مع إطلاق شعلة المنافسة بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود، 14 شاب وصبية من أرجاء الوطن العربي دخلوا من باب الطموح وشاشة التلفزيون الآن للانطلاق بمجال التأثير بفضاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأهدافهم تخطت مجرد الفوز باللقب لإيصال رسائل اجتماعية وإنسانية نبيلة من خلال تنفيذ عناوين التحديات يلي تم اختيارها بعناية ودقة. خلال هالموسم كل دمعة وابتسامة عشوى المشتركين، كل تقييم وعلامة من لجنة الحكم تركت أثر عند الجمهور ورح تبقى بالبال لأنها نبعت من مشاعر حقيقية وصادقة. ومع وقوف كل مشترك بمنطقة الخطر وخروجه بتصويت الجمهور، كان البرنامج عم بودع نجم جديد عاش تجربة طورت موهبته وعززت ثقته بنفسه وأطلقته نحو رحلة تحقيق الذات. ببرايم نصف النهائي ومع بداية التحديات، كان للحكام الكلمة الفصل بتقرير مصير المتنافسين الأربعة. من الأشخاص جنان اللي كتير تقدموا، وصل للجوهر يلي هو إنه نحن واحد. الفكرة نفسها منتهى البراعة بصراحة. مهضومة كيف هيك وصلت الفكرة والرسالة بهالطريقة، المعلومات الحلوة. وبدخول الضيوف المميزين تمكنت هالمخلوقات ببراءتها وعفويتها من تخفيف توتر المشتركين لحد ظهور العلامات والصدمة بوقوف بطل المرتبة الأولى راشد المتاعب ولأول مرة بمنطقة الخطر وخروجه من المنافسة لصالح جنان وكيل. جنان وكيل مبروك. وهيك تم الإعلان عن أسماء ثلاث القوة، وكل واحد منهم استخدم للمنافسة الأخيرة ليلة أقصى طاقته وموهبته ليكون على مستوى الفوز بلقب نجم الآن وبلا حدود. مساء الخير. بعد رحلة طويلة من التحديات القاسية والمنافسة الحماسية بين 14 شاب وصبية عن فئات متنوعة، خاضوا هالتجربة لتحقيق حلمهم بتطوير قدراتهم للانطلاق بقوة بمجال التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. منرحب الليلة بجمهور تلفزيون الآن ونجوم بلا حدود بالبرايم النهائي، محطتنا الأخيرة لتتويج الفائز بالموسم الثاني. دقائق وبيتحول هالمسرح لساحة المنافسة الأخيرة والأقوى بين الثلاثي اللي تمكن من تخطي كل الصعوبات والتحديات والوصول لهالمرحلة على بعد خطوة واحدة من الفوز باللقب وعقد عمل سنوي مع تلفزيون الآن، طبعا مع جايزة مالية قيمتها 15,000 دولار. كل هالجوائز منضيف عليها الليلة مفاجأة بالتعاون مع مكتب السياحة الوطني النمساوي، وهي رحلة سياحية لشخصين للنمسا كاملة المصاريف وبستايل 5 نجوم. بينما بياخد صاحب المرتبة الثانية جائزة قيمتها 10,000 دولار و5,000 دولار للمشترك يلي بغادرنا أولا الليلة. خلال هالموسم كنتوا عم تعرفوا كل شيء عن المشتركين من خلال اليوميات يلي رح تتابعوها للأسبوع الأخير من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وطبعا من خلال صفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. والليلة رح يكون للجنة الحكم كلمة الفصل بإخراج المشترك يلي بحل بالمرتبة الثالثة بحسب مجموع علاماته، العلامات يلي ما رح نشوفها لحين إعلان نتيجة التحدي الأول، بينما بيبدأ التصويت عبر صفحة الآن على فيسبوك مباشرة مع بداية التحدي الثاني، وهون بيصير دور الجمهور وحده لاختيار الفائز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. وهلأ منستقبل لجنة الحكم وبزقفة كتير كبيرة منرحب بيارا. فا
مرايا يونان. وائل منصور. نعم حد بيندى. كواليس الاستعداد للمنافسة الأخيرة على لقب نجم الآن منشوفها بهالريبورتاج. رغم نجاحهم بتخطي كل الصعوبات والتحديات القاسية خلال 12 برايم من نجوم بلا حدود، إلا أنه لحظة انتظار سيلين لإعلان آخر تحديين لهالموسم كانت الأصعب على المشتركين الثلاثة يلي تأهلوا للمنافسة النهائية. أول تحدي لهذا الأسبوع هو بعنوان تريبيوت. ثاني تحدي أكيد هو رح يكون بقوية أنه أنتو فاينلست، والموضوع تبعوله هو بكرة أحلى. والليلة نور الدين أمين من العراق عن فئة السينما، جنان وكيل من سوريا عن فئة الشعر، وسمر أنطون من لبنان عن فئة الويلنس استخدموا كل الخبرات اللي اكتسبوها خلال 3 شهور على أيدي الأساتذة المحترفين، حفزوا كل مواهبهم واشتغلوا بأقصى إمكانياتهم لتقديم الفيديو الأقوى والأفضل بتحدي التكريم أولاً وتحدي هاشتاج بكرة أحلى ثانياً. وطبعاً كل واحد منهم صار على بعد خطوة واحدة من تحقيق الهدف الحلم والفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. يارا، فايا ووائل، أهلا وسهلا فيكم. يارا منورة الليلة مثل كل ليلة. تتعرف تتعرف قديه هيك القلوب عن بعضها ومنحب بعض. اليوم طالعين أنا وياكي هيك تقريبا نفس الستيل. هيك أسود. هلا طبعا ما فينا نحن على الستيل الكارلا، هو يعني سوري يعني. يارا، بما انه نحن باخر حلقه بدي اقول لك كلمه عن جد عن جد من قلبي، وانا ما بعرف كثير مع انه اعلاميه وبقدم برامج بس ما بعرف كثير مثل. صحيح مبين. فبدي اقول لك انه بشكرك على كل كلمه حلوه بتقوليها لإلي وللمشتركين، لانه بعرف انها نابعه من القلب، وانت مش بس فنانه حلوه من برا وانما من جوا كمان، وانا ما كنت اعرفك قبل، هلا صرت حبك اكثر واكثر. يا حياتي والله قد ايه متواضعه وقد ايه بتحب الناس واقل شيء يكون عندك ملايين من المحبين بالعالم والوطن العربي. ميرسي كارلا كلك زين. وهلا اذا بدي اطلب منك هيك شخصيه عزيزه لتكرميها، مين بتختاري؟ طب لنكون كثير سريعين، اول شيء مساء الخير، بدي رحب اكيد بالفانز الموجودين هون، وبدي اقول ما رح نرد على بعض، بس انه ما في شك انه هالبرنامج ضفتي له هيك نكهه خاصه جمالا وحضورا وهيك روح مرحه وإنسانة بتعقدي، أكيد الكل بيوافقني الرأي صح؟ مرسي. صح 100%. جاي دورك. أكيد طبعاً بوافقك الرأي. أوكي شكراً وائل. إيه؟ لا شكراً شكراً. لما نطول كتير أكيد والدتي بوجه لها تحية كتير كبيرة، لأنه هي من أنا وصغيرة ساعدتني وربت هالموهبة اللي فيي وأنا وصلت لهون، فالله يخلي كل أمات العالم. خلي لك إياها يا رب. والله يرحم كل الأمات اللي مش موجودين. أكيد. فايا، كمان قبل ما أطرح عليك السؤال بدي أشكرك على هالضحكة اللي ما بتفارق وجهك أبداً، وأنت خير مثال عن الفتاة العربية بتمثليها بأحلى طريقة. شكراً لإلك شكراً لمحبتك كمان. شكراً لإلك ولكل العالم. أنا يعني كل اللي قالته يارا بدي أرجع. Thank you. Thank you. شكراً. بس بدي ارجع اكد عليهم تمان عيد، يعني عن جد هيك حنشتاق يعني لطلتك ونتغزل فيكي، يعني لانه بتكوني واقفه قدامنا هيك مثل القمر. وانا راح اشتاق لكم كمان اكيد، ويعني حاشتاق لكل شيء، وانت يعني من اهم القصص اللي راح نشتاق لها. الف شكر لك فايا. اذا بدك تتوجهي للمشتركين الليله يلي شاركوا بهالموسم انه بكلمه تقولي لهم فيها انه بكره احلى، كيف بتقولي لهم اياها؟ بدي أقول لهم أنه أكيد بكرة أحلى، يعني
التجربة يلي عشتوها هلأ بهيدا البروغرام، كيف الواحد بيكون بالمدرسة وبالجامعة بيتخرج بس بعدين الحياة الحقيقية العملية بتبلش بعد. مزبط. فهلأ يلي عليهم يعملوه أنه يكملوا وكل شيء تعلموه يعني يطبقوه، أكيد بكرة أحلى لأنه الأمل هو يمكن الشيء الوحيد يلي لما نفقده بنكون عن جد فقدنا كل شيء، فأكيد بكرة أحلى. شكراً لك. وائل كمان لك بدي اقول لك كلمه حلوه انه انت مش مضطر على فكره لا من قلبي ولا انا كثير كنت سعيده اني اشتغلت معك وبتمنى انه ما يكون اول واخر عمل سوا لانه بحس بنلبق لبعض صحيح بنكره بعض بس جواتنا في محبه لبعض لا بمزح بحبك كثير وعن جد كنت سعيده بهالتجربه معك وانا كمان والله هلا شو شعورك تجاهي لا عم بمزح شو لا معنا وقت يعني لا شو شعورك انه صرنا بالختام يعني وعم نختم البرنامج شعوري عندي حالة ترقب طبعا لأنه بعد 13 مباشر بعد 13 خدمة في ثانوي بتقول لا أقف مش عارفة الإفيه ده آه بعد 13 حلقة أكيد في ترقب لأنه ده شغل behind the scenes طبعا تحية كبيرة جدا للبرودكشن وإن ميديا على الشغل الفظيع ده واكيد حاله ترقب بعد كل المجهود ده ان احنا نشوف مين الموهبه اللي استفادت من كل الوركشوبس وكل ورش العمل والكومنتس مين اللي استفاد من ده كله ده عندي حاله ترقب مرعبه يعني فهو ده شعوري شكرا لك وائل يارا فايا وائل بدي اذكركم اكيد انه تقييمكم لمرور المشتركين بالتحدي الاول وعلاماتكم بتحدد مين بين المشتركين الثلاثه بغادرنا اولا لكن ما رح نعلن عن مجموع العلامات لنهايه التحدي وبيبدا التصويت عبر صفحه الان على فيسبوك مع بدايه التحدي الثاني وهيك بيكون القرار للجمهور وحده باختيار الرابح ونجم الان بعرف كلنا حماس لبدايه التحدي الاول بس قبل بذكر محبي المشاهده اونلاين انه يلاقونا هلا عبر قناه الان للبث الحي عبر يوتيوب تحدي تكريم ابتدى ومع سمر أنطون من لبنان عن فئة الويلنس منشوف مين هي الشخصية اللي اختارت تكرمها وعلى طريقتها الخاصة من أنا وصغيرة بمجرد ما أمي تحضر لي خلطات الصحية بالأوقات العصيبة كنت أتحسن بسرعة وهالخلطات اليوم صرت أنصح فيها العالم لصحة نفسية أفضل مثلاً بأيام الطفولة وقت ما كنت أقدر نام بسهولة كنت تحضر لي حليب سخن مع برش جوز الطيب وتقري لي قصة لحتى نام الماء المغلية مع الحبق اللي كانت تحضر لي إياها هي أكتر شي كان يفيدني وقت بلشت عاني من الضغط بأيام الدراسة بأوقات التعب الشديد أمي عطول بتحضر لي مزيج من التفاح المغلي بالماء مع ملقة عسل وبتنسيني كل الإرهاق بأيام المرض وآلام المعدة أمي الوحيدة اللي كانت تعرف الدواء شاي النعنع مع الشمر انطلاقاً من هالخلطات اللي كانت وبعدها بتحضر لي إياهن أمي تخصصت بمجال التغذية لأعرف أكتر عنهم وصرت خبيرة بالويلنس بشكرك ماما على كل شي عملتي كرمالي لولاك أنا ما كنت وصلت لهون اليوم اهلا وسهلا فيكي سمر الله يخلي لك والدتك انت اخترتي تكرمي والدتك مثل يارا يارا شو رايك بالفكره بتكريم والدتها وفكره التحدي مؤثر جدا اكيد من اول ما يعني بنبلش بالفيديو مبين عم تحكي عن والدتها قد ايه بتكون مؤثره فيها مثل ما قالت وبعرف قدرت تجمع بين فئتها وموضوع التحدي قدرت تجمع بين الفئة. اكيد اكيد دائما الفيديو اللي بتقدمهم سمر فيهم مساج وفيهم افاده وفيهم اضافه فبس شكرا حبيت فايا شو رايك بالجماليات اللي شفتيها بفيديو سمر اول شيء سمر اليوم كلها جمال طالعه بتجنني الجماليات بالفيديو 5/5 حبيت كثير الفيديو يعني حاولت بعرف الام دائما هي شيء عاطفي بس انا شلت هالشيء على جنب ومع هيك الفيديو تبعك كان يعني توب من كل النواحي شكرا فايا علاماتهم هي بتقرر باول تحدي وائل هالفيديو بيروح فايرل برايك سمر انت عارفه النهارده اخر حلقه صح انت عارف ان الفيديو ده لازم يكون احسن حاجه تعمليها مظبوط فانا مش فاهم يعني لا الفيديو حلو جدا جدا يا سمر انا لا سافه يا جماعه الفيديو حلو قوي 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 قوي
أول حاجة الميوزك اللي اخترتيها. ما قلت لك وصلت الفكرة كان كارثة. لا الميوزك اللي اخترتيها وبعدين حتى الارت دايركشن النهاردة أبدعت في الارت دايركشن وهي وأنت بتاع التفاح والضغط وفي ايد بتسلم ايد انه بتطمنها ده كلها حاجه بيقول سبليمينال مسجز بتتحط علشان تأرخ الفكره اكتر واكتر وجماليات في الكادرات ولاول مره بحييكي على السكريبت خي ثانك يو سكريبت معمول حلو قوي كامل متكامل يعني هالفيديو فيديو كامل متكامل شكرا لكم اكيد بانتظار تسجلوا علاماتكم بهالوقت نحن ما رح نشوف العلامه بس رح اسالك سؤال شو كان شعورك انت وعم بتصوري هالفيديو مع والدتك أكيد أعطيتنا معنويات وأنا بشكرها كتير لأنه طلعت معي بالفيديو وهيك أعطيتني كتير ثقة بحالي نحن منوجه لها ألف تحية وشكراً لإليك سمر شكراً مثل ما قلت نحن ما رح نشوف علامات لجنة الحكم لنهاية التحدي تكريم تحدي بطابع إنساني وأخلاقي بيعلمنا نقول كلمة شكراً من القلب لكل شخص ترك أثر إيجابي بحياتنا أفكارنا وروحنا فاصل سريع ورجعين للأسبوع الأخير بتقدروا تعرفوا كل شيء عم بيصير بكواليس برايم الليلة بمتابعة اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية وعلى صفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام مواقع التواصل الاجتماعي يلي بيشر كل الموهوبين من العالم العربي باستخدامها لنشر فيديوهاتهم على صفحاتهم الخاصة مع تاج الآن تي في وهاشتاج نجوم بلا حدود وهيدي هي طريقة المشاركة بالموسم الثالث من نجوم بلا حدود وهلأ مع نور الدين أمين من العراق مستمرين بالتحدي الأول تكريم بس بأسلوب الناقد السينمائي منو بينا ما يعرف هذا اللوغو؟ باتمان الشخصية الخيالية من الأكثر شهرة في العالم ولد باتمان في عام 1939 على صفحات القصص المصورة ومن اختراع قلم بوب كين وبيل فينجر وانتشرت الشخصية بسرعة ووصلت للعالمية حين صدور فيلم باتمان عام 1989 وبعد مرور 5 سنين على صدور هذا الفيلم تغيرت حياتي بالكامل والفضل كله يعود إلى والدي الدكتور أمين الشيخ لي رحمة الله عليه لأن كان أول فيلم كامل أشوفه بحياتي وأتذكر كل الأسئلة البريئة اللي سألت له إياه هل اللي دا أشوفه حقيقة؟ زين شنو يعني ممثلين؟ زين منو يعني المخرج؟ كل هاي الأسئلة جاوبني عليها ونقل لي حبه للسينما وصناعة الأفلام وصرت عاشق مثله للفن السابع الفيلم أثر علي بشكل كبير وخلاني أتخيل والدي كشخصية بروس وين الطبيعية وشخصية باتمان الخارقة اللي حارب الشر ويحمي عائلته والفضل يعود إلى إخراج تيم بيرتون المميز وتمثيل مايكل كيتون الرائع واللي قدر يقنع أجيال كاملة إنه إنسان عادي يقدر يكون في نفس الوقت سوبر هيرو وهذا الفيلم الوحيد اللي ما أقدر أتعامل وياه كناقد سينمائي وأقيمه لأن كل ما أشوفه يرجع لي ذكريات حلوة ويخليني أشكر أبويا من كل قلبي لأن زرع حب الأفلام بي منذ الصغر مساء الخير نور الدين مساء النور وتحية لروح والدك نفسه بالسماء أكيد شكرا نور الدين رح نبدأ مع فايا فايا قدي نجح نور الدين بعامل التأثير؟ جداً جداً يعني لأبعد الحدود أنا أثر فيه الفيديو وأكيد والدك فخور فيك ويلي عم تعمله اليوم وبدي أقول عن جد يعني أحلى شيء أنك ما قدرت تقيم الفيلم أنه عن جد إحنا أحياناً هالقد شيء بيأثر فينا كأطفال ومنبني مسيرتنا وعملنا وحياتنا كلها على هالقصة فكتير حبيت الفيديو أشكرك شكراً يارا شو رأيك بالأسلوب يلي اعتمده نور الدين بالفيديو تيجمع بين موضوع التحدي والفئة؟ دايماً أسلوبه لنور الدين مميز ومتطور وبيجذبنا دايماً أنه نضل ملاحقين شو رح يصير الفيديو كمان جداً مؤثر الله يرحم بيك رائع ما فينا نقول غير هيك أشكرك شكراً يارا وائل
نور الدين كان على المستوى المطلوب للمنافسة على اللقب؟ أكيد نور الدين فيديوهاته زي ما قلنا يعني هي من نص المسابقة وهي في تحسن وتطور ملحوظ جدا. ما عنديش أي تعليق طبعا، نفس التعليق اللي أنت مواظب عليه، حتة أن أنت بتحط نفسك جوه الفيلم بنفس الألوان بنفس التون بتاع الصورة، ما بنحسش أن أنت بعدت قوي. أنا النصيحة الوحيدة اللي أديها لك، أنا طبعا تأثرت بالموضوع، بس لما تيجي تحكي حاجة ايموشنال أو حاجة عاطفية حاول ما تحكيهاش بنفس طريقة النقد اللي أنت بتحكي فيه عن أي فيلم. أنا طبعا عارف اللي كلام طبعا أكيد صادق وكده، بس أنا بقول لك يعني حتى إذا خدت بالك في سمر لما عملت الفيديو بتاعها كان وهي بتتكلم طريقتها اتغيرت، الايموشنز بتاعتها اتغيرت. فحاول تفرق ما بين الناقد والإنسان في الكلام وأنت بتتكلم عشان الناس تعرف أنت بتحس بإيه. طبعا كلنا اتلمسنا وربنا يرحمه، وبجد أنا فخور إنه حد زيك واقف قدامي دلوقتي. أشكرك. شكرا. هو ما بين الايموشنز تبعه لأنه كان مفكر حاله باتمان، ما هيك؟ نحن بانتظار أكيد علاماتكم. نور الدين نحن ما رح نشوف العلامة إلا لنهاية التحدي. وأنا ما بدي أسألك سؤال، قديه هيك حاسس بالمية معقول تفوز باللقب؟ يعني إحساسي إن شاء الله أفوز باللقب، خلينا نقول 60%، بس فرحان لأن أهلي جوي وصديقي من الأردن دي شجعوني فدي يعطوني حماس. تحية تحية لأصدقائك أكيد. شكرا لك. مع جنان وكيل من سوريا منشوف الفيديو الأخير الليلة بتحدي تكريم، لكن على طريقة أهل الكلمة والشعر. وإن كانت عقدة التخفي بارزة ففؤادي بين الأضلاع يصدح، جثى فوق صدري الخوف يربكني، أغوص برحلة في أعماقي وأنزح. قبل مجيئك كثيرا ما توهمت أني أعرف ذاتي كما لا يصدق. من أنا؟ هل من لقاء نفسي أتردد؟ أما من مجيب ذاتي يشرح؟ من خدش الزمان وإن جزعت لن يعبر أبدا باطني شعاع. ليس ثمة في المواجهة عراق، كل ما في الأمر حقائق تنهال، وماهر العطاء كل الجهد يسكب. في فنجان عقولنا ثمة خلطة تسحر، ذات نجاح يوم الحصاد سيجيء، ويوم أن تثمر الأدمغة وتقطف. لذا أنا الآن لعطائك أكتب، وهل لي سبيل للشكر إلا القلم؟ شو هالزهر اللي بيقهر قهر؟ شو رأيك بهالشعر؟ بجنن هالماكسيموم. جنان، بداية مع وائل لأن أنت بتحملي، التزمت بملاحظاتكم جنان اللي بتعطوها إياها؟ التزمت بشوية حاجات. طبعا أنا عاجبني أكتر جمرة هل لي سبيل للشكر إلا القلم، القلم عفوا معلش تشكيل عندي ضايع، معذور. ساعات بيكون أقوى سلاح إن إحنا نشكر بيه إذا ما عرفناش نعمل فعل هو القلم فعلا، إن إحنا نقول كلام حلو. فدي أكتر حاجة عجبتني، والشعر كان قوي جدا. بس تعليقي الفيديو، أنت قاعدة في المكان اللي أنت مفروض بينجدك منه، مفروض دي قصة أنه هو بينجدك أو بينتشلك من حاجة معينة، كان نفسي بأمور أرتستيك، يعني يكون في معرفش يكون في حاجة معمولة مش في وشك أن أنت قاعدة في كورنر وفي ضوء أحمر وحد جه انتشلك. كنت عايزة تبقى تعبيرية أكتر ما هي. أنا عارف طبعاً أنه الأسبوع ما بتلحقوش تعملوا الحاجات دي، لكن كان نفسي يكون موجود علشان يكمل شوية قوة الشعر اللي أنت كتبها دي. شكراً وائل. فايا، حكي شوي عن الارتستيك إفكت، شو رأيك أنت بالصورة اللي شفتيها بهالفيديو؟
كيفك جنان؟ تمام. طالعة مثل القمر. أنا حبيت الصور الشعرية هالمرة، حبيت القصيدة، حسيتها كتير مناسبة للتحدي. يمكن من أكتر المرات يلي يعني لو ما بعرف شو التحدي كنت فهمت عن شو عم تحكي بالفيديو، يعني حتى لو ما شفت اللي كاتبتي بالأخير، فحبيت الصور. شكراً. يارا، هالفيديو اللي شفتيه حمل عامل التأثير بشكل عام؟ أكيد 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 100%. وهيدا الموضوع أصلاً جدا مؤثر يعني، وهي قدرت فسرته بالشعر وصلنا أكيد، لأنه كلنا تأثرنا. وحبيت إنه هي قدام أسرة كمان، هي وعم بتمثل بالفيديو يعني، وصلت الرسالة. حلو كتير. شكرا لإلكم. I like جنان. أكيد بانتظار علاماتكم. جينان هلا ما رح نشوف العلامة، بس بدي أسألك ليه اخترتي هالشخصية بالذات لتكرميها؟ أستاذك ما هيك؟ أنا اخترت ابتعد شوي عن النمطية، والكوتش ماهر شبانة يعني غير لي كتير بصلب الفكر والجوهر بأعماقي من جوا. هي تحية لإله. تحية كتير. جينان بدي أقول لك إنه علامات الحكام صارت جاهزة، منشان هيك بدي أطلب من سمر أنطون ونور الدين يتفضلوا على المسرح لو سمحتوا. إذن علامات لجنة الحكم هي اللي حددت مين من هالثلاثي الأقوى، سمر، جنان، نور الدين. مين رح يغادرنا هلأ؟ لكن الأكيد ما حدا طالع خسران، لأنه ربح تجربة رائعة وحصل على محبة الناس وتشيك مصرفي بقيمة $5,000. سمر، جنان، نور الدين، أكيد بدي لكم جود لك، موفقين. المشترك أو المشتركة يلي رح يغادرنا أولاً الليلة، يلي حصل على أقل مجموع علامات بحسب تقييم لجنة الحكم، عم نشوف العلامات. جنان وكيل، انت حصلتي على اقل علامه، وبالتالي انت بتغادرينا هلا. مبروك جايزتك الماليه وقيمتها $5,000. شكرا. تفضلي، الف مبروك لك جنان. شكرا لكم. شكرا سمر ونور الدين. حابين تبقوا حدي؟ انا بحبكم كمان بس مضطرين نكمل. شكرا. بكره احلى، التحدي الثاني انطلق ومعه بيبدا تصويت الجمهور على صفحه الان على فيسبوك. صاحب القرار الوحيد باختيار الموهبه يلي بتستحق لقب نجوم بلا حدود بالموسم الثاني، مين بين سمر ونور الدين؟ فبطلب منكم هلا وباسرع ما فيكم تباشروا بالتصويت وكونوا كتار. هاشتاج بكره احلى عبر تلفزيون الان جزء من بادره اعلاميه فيها جرعه عاليه من التفاؤل والامل، بتدفع الشباب العربي للسعي بتحقيق احلامه وطموحاته، وهو على يقين انه سر السعاده بيبقى بالايمان بغد افضل. وهيدي هي الرسالة الأخيرة يلي بيوجهوها نور الدين وسمر من خلال التحدي الثاني، ونجوم بلا حدود البرنامج الأول لإطلاق مواهب المؤثرين عبر السوشيال ميديا، ويلي عم بتتابعوه حاليا أونلاين عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وبما أنه المغنى كان وما زال من أكثر الفنون يلي وجهت رسائل إيجابية للناس، كلنا بانتظار فايا يونان على المسرح. بس بعد الفاصل انطرونا راجعين. شو عم بيصير بكواليس البرايم الأخير من نجوم بلا حدود؟ رح تشوفوه للمرة الأخيرة باليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وعلى صفحات الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام، وهي مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتقدروا عبرها تشاركوا بالموسم الثالث من نجوم بلا حدود. وما عليكم إلا تصوروا فيديو وتنشروه على صفحاتكم الخاصة مع تاج الآن تي في وهاشتاج نجوم بلا حدود. وهلأ صار الوقت نستمتع بصوت فايا يونان وأغنيتها يا ليتو يعلم.
العزيز في ثنايا القلب منزله أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه وإن طرفي موصول برؤيته يعلم. أغنية رائعة بصوت روعة. ألف شكر لإليك فايا على صوت الحلو. بدنا نسألك شو عم تحضري؟ شي جديد؟ شو جديدك؟ الأغنية الجاي هي عن بغداد ولبغداد، لأنه يعني العراق من أقرب الدول على قلبي، فهي حتكون أول أغنية يعني لبلد مش سوريا، لأنه أنا كتير غنيت لسوريا، حسيت لازم تكون للعراق. خي نحن أكيد متشوقين نسمعها. شكراً لإليك فايا. يا كارلا، يا وائل، إحنا فكرنا في آخر حلقة، في آخر حلقة النهاردة بلستي عليها كتير قوي، قلنا إن إحنا إيه اللجنة نعمل لك حاجة كده نشكرك فيها، إيه رأيك؟ آه، ويا رب من الفيديو اللي جاي ده تكون وصلت الفكره. فيديو بهدليني. لا عن جد معاهم ما اتفرجي. طيب طب يلا ما حدا مسترجي. يلا بالنسبه لي اتس سيف فيديو. شكرا. بس ما لازم يقول رايه في مش افكار يعني. حابب الفيديو. حاضر هسكت. شكرا لكم. طيب اكيد بانتظار العلامات. بقول لها حاجه بتضحك. فانا وصلت شايف وصلت الفكره وائل. شكرا لك. شكرا يا كارلا. وصلت الفكره عن جد. وصلت. لا ولا ما عم بمزح. وصلت فهمناها كثير منيح. يو ار فلوليس. شكرا. وصلت الفكره فايا. كارلا وصلت الفكره حداد. خلاص غير علي. شي مره كنت مدمن عشي. مثل نورك. مثل نور. مثل انوار كلها. فونستي. كثير عم بيضوي الاوفرول. وبعدين معاكي بقى يا كارلا. المشتركين بتفاجئوا بموضوع التحدي واحنا بنتفاجئ بكارلا. اه انت خلاص بقى. وائل. نعم. عم بتشوف اللي عم شوفه. اه شايفه. خضار بجد عمرانه. يعني عن جد انا طالع على بالي اعطيك بوسه، بس خليني اقدم فاصل والبريك بعطيك بوسه. شو رايك؟ فاصل وراجعين. Sit, sit, good boy. Carla, Carla, Carla. Ayo, Carla, Carla. Darba al-Adiya, darba al-Adiya.
وكارلا عماله تضرب وتضرب. لكن واوا بوس الواوا، خلي الواوا لما شفته الواوا شفت صار الواوا أظن كده وصلت الفكرة. وصلت الفكرة وبشكركم عن جد من قلبي. والله أنا كنت مرتاحة بهالبرنامج لعدة أسباب، مثل ما قلت ما بدنا يعني ناخد كتير وقت، وجودكم ريحني كتير، ما حدا منكم عنده عقاد، إن كان الفنانة يارا، فايا، وائل، عن جد في روح محبة، وكل فريق العمل خليني أكون مرتاحة وعلى طبيعتي. أنا بشكرهم وبشكر تلفزيون. خلاص يا كارلا وصلت الفكرة. ورح أبرم لك ما زالت. وصلت الفكرة خلاص. طيب خلص راح اسكت. بذكر انه دور، شوف هلا انه وصلت الفكره، ما شوف شوف ما لكم دور كثير بهالفقره، لانه بدي اذكر انه دور لجنه الحكم هلا تقييم المرور الاخير لسمر ونور الدين بالتعليق من دون وضع العلامات، ووحده الجمهور صاحب القرار من خلال التصويت عبر صفحة الآن على فيسبوك يلي عم بيصير هلأ وبكثافة لاختيار الفائز بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود. وهيك نفس الجمهور هو يلي بيقرر مين بيفوز بجوائز الرابح الأول، وبتشمل عقد عمل سنوي مع تلفزيون الآن، تشيك مصرفي بقيمة 15,000 دولار، ورحلة لشخصين مدفوعة المصاريف للنمسا بدعوة من مكتب السياحة الوطني النمساوي. بينما بيربح الثاني جائزة طردية مالية قيمتها 10,000 دولار. نحن منروح على غير سفرة، شو رأيكم أربعتنا؟ يعني يا ريت يعني. أنا موافق. خلص وأنا موافق. يلا. لكن بكرة أحلى ابتدى، ومع سمر أنطون من لبنان عن فئة ويلنس منشوف الفيديو الأخير لإلها بنجوم بلا حدود. ما حدا بيعرف شو مخبر مستقبل، بس كلنا هدفنا واحد، نعيش بصحة جيدة دون أمراض. أكتر شغلتين بلشوا يبرزوا ويزيدوا هالأمل هن تصنيع الأكل الصحي بطريقة جديدة عبر طباعتها بتقنية 3D. فايدة هالتطوير هو إنه خلال تعبية الأكل التي بعته بينزيد العناصر الغذائية عليه وبيزيد امتصاصها بالجسم، بالتالي بتنفع اللي بيعانوا من نقص بالفيتامينات والمعادن. الأشكال الفريدة من نوعها للأكل 3D بشجع الأولاد لتناولها، بتخفف احتمال بالإصابة بسوء التغذية. من فترة صغيرة بلشت المسيحات الخطرة تزيد بطريقة جديدة ومتطورة، وأملنا رح يتحقق بالاستفادة من مناخ أفضل دون تلوث. هيدا الشيء بيريح الجهاز التنفسي وبيتفادى أمراض خطيرة انتج من نوعية الهواء يلي عم نتنفسه. مع تقدم السنين الأمل عم بيزيد بتحقيق حياة صحية، والنسبة عم بتخف بالإصابة بالأمراض، فكونوا مطمنين، بكرة أكيد أحلى. فايا شو رأيك بهالفيديو؟ حبيت هالفيديو. فكرت انه ما في علامات فخلص يعني ما لا ما نسمع اكيد رأيكم. كنت عم بستمتع كتير. حلو انه دائما منفكر انه كل شيء والشغلات الكيميائية وكل شيء عم يصير، يعني الدنيا عم تصير هيك اكتر خطورة واكتر امراض، فقدي حلو الفيديو، قدي اعطانا امل انه يعني بالشكل الموازي في كمان قصص جديدة وعم تطلع تساعدنا. شكرا فايا. يارا شو الرسالة يلي وصلتك من خلال هالفيديو؟ بدي أقول أول شيء إنه سمر من الأشخاص اللي ما كنا منتوقع أبدا إنه توصل لهون صراحة. عن جد يعني أنا سعيدة جدا أكتر يعني كمان، لأنه هيدي الفئة اللي أنا بحبها بتهمني وأكيد بتهم أشخاص غير إنه كملت معنا لآخر البرنامج. فأنا سعيدة جدا بكل شيء عم تقدمه سمر، وبكل فيديو وبكل حلقة عندها رسالة على طريقتها وإشياء نتعلم منها ونستفيد منها. I like سمر على طول. وائل شو نصيحتك لسمر لتعيش بكرة أحلى؟ نصيحتي ليها انها تتطور اكتر واكتر من كده. وسمر يعني بصراحه بالكونتنت اللي عندك ده، سيبك من الفيديوز كمان، الفيديوز بتاعتك رهيبه. عايزه بس اعلق على الفيديو ده عشان ما يبقى اسمي علقت، بس اذا كملتي على المستوى ده هيكون ليكي مستقبل ذو شأن عالي جدا جدا اذا ركزتي، لانه انت من الناس اللي بتركز واللي بيوصلوا هم اللي بيركزوا. الفيديو كان مفروض سقفه بعد الجمله دي صح؟ مظبوط. حسيت الجملة كانت درامية قوي انها ما تمشي غير سقف. بالنسبة للفيديو عجبني جدا، عايز اعرف 3D فوت برنت ده انت مصوراه ولا جايباه من حتة؟
لا جايباه من حتى لانه هون تحديدا بلبنان بعد ما بلشوا بس أوكي. في كونفرنس قريبه بالمانيا عن ال 3D فود رح يحكوا عنها. برافو عليكي. واخر حاجه بس معلش عارف طول بس بعد كده لما تيجي تقولي حاجه عن الجرين هاوسز والحاجات دي بيقولي معلومات وصلنا لفين كدول اوروبيه ودول عربيه او هتعيد استخدام الفكره دي ولا لا، ما بتخليهاش عايمه. بس طبعا هو خرافه يعني. يا بتعرف تعوم مش عاوزها تعوم؟ لا اصل ما بعرفش اسبح. كنت بقول لكم سجلوا علاماتكم ما ما خلاص بقى ما انت ربطلنا ايدينا. سمر شو رح تعملي بعد ما يخلص البرنامج؟ حتى هيك شيء بلان براسك؟ شو اكيد رح اشتغل اكثر على البزنس تبعي وطوره وهيك بوصل لمحلات اللي انا بدي اياها ان شاء الله. واثبتي بالبرنامج انه انت شخص بيتطور مثل ما قالوا لجنه الحكم. بدنا نحققها لنستفيد عن جد من القصص اللي بتعمل. ونعمل لها شو؟ فولو فولو ولايك لايك لايك. شكرا لك سمر. شكرا. مع نور الدين أمين من العراق عن فئة السينما منشوف الفيديو الأخير يلي رح يقدمه بهالبرنامج تحت عنوان بكرة أحلى. فيلم لا لا لاند، الفيلم اللي يصيب جميع النوتات الموسيقية الصحيحة ويمثل قصيدة غنائية لجميع الحالمين بمستقبل أفضل. الفيلم من إخراج ديميان جيزيل وتمثيل إيما ستون وراين غوسلينغ. يروي الفيلم قصة شخصين حالمين ينتقلون إلى مدينة لوس أنجلوس ليحققان حلمهم في المجال الفني، ورغم صعاب الوصول إلى الحلم ومرار الواقع يلتقي الاثنان ويقعان في الحب ويدفع كل منهما الآخر لكي يجد النجاح اللي يحلم به. الأسلوب التصوير الفيلم كان تحية وإحياء لحقبة الأفلام الموسيقية بالخمسينات ورسالة حب حقيقية لمدينة لوس أنجلوس. وكذلك سيناريو جيزيل كان ينتقل بسلاسة بين المشاهد الموسيقية الخلابة والتجارب البشرية. برز ستون وغوسلينغ بأداء متناغم ورائع وعلى كافة المستويات، ويضيف كليهما شعور نجوم هوليوود الكلاسيكيين. الفيلم كان معرض لخطر التحول إلى فيلم عاطفي مبتذل بس ينقذ نفسه بتقديم نهاية إنسانية للغاية. تقييمي الفيلم 9/10. لا لا لاند ما يصور لنا حياة خرافية ومثالية لكن يحيي جميع الأشخاص اللي يريدون أن يوصلون لأحلامهم ويسعون لغد أفضل. وهسه رح أغني لكم الريفيو كله. لا لا لاند جاهز نور الدين؟ جاهز. رح نستمع إلى آراء وائل. وائل حسيت بالتفاؤل بس شفت الفيديو؟ أنا ما بشوف نور بتفائل أكيد بس مش عارف إذا كان هل ده الفيلم اللي كنت مفروض تختاره كسبجكت أو كموضوع. حلو 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 حلو. إيه خلاص ما أنا مش هحط ما بداية. صح صح. بس هتأثر على الجمهور يعني هو وحده عم بيصوت. لا هأثر على الجمهور. حلو قوي يا نور. شكرا. لا لا مش هأثر. هو طبعا ما اقدرش ان انا اقول لك تحط فيلم ايه ومش فيلم ايه لانه كل واحد بيحكي عن فيلم من زاويه خاصه. اذا انا شفت ده بيعبر عن بكره احلى ومن زاويتي انا شايفه بيعبر بكره احلى. انت فاهم قصدي؟ بس يمكن انا عندي مشاكل مع الفيلم ده. لا 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 عندك. هو مثلا في مشاكل كتير بس اللي حبيته ان انت بالنسبه للناس اللي ما بتحبش الفيلم ده لانه اتعمل عليه كلام كتير قوي انك قلت كان ممكن يتحول لحاجه مبتذله. صحيح. فانت مسكت العصايه من النص وده ذكاء بصراحه. اشكرك. شكرا وائل. يارا حسيتي انه بكره احلى وقت شفتي هالفيديو؟ اكيد يعني كنت عم بحكي انا وفايا هذا الفيلم كثير حلو. في يعني في رساله بتضحك علينا. بتقول لك بعد ما بكره احلى وبعد ما شفتي يعني قبليها ما كنتش شايفه بكره احلى. لا لا في دائما في فيلم لما تشوف انه بكره احلى بس شايفه دائما في اشياء بالحياه بتعطيك معنويات وفي اشياء ما بتعطي معنويات. قبل ما تتفرج على الفيلم كانت الدنيا ضلمه خالص. لا بالعكس هي الافلام اللي بحب انا احضرها اللي بتعطيني امل بتعطيني بتعلم منها. حلو الواحد يشوف هيك يعني نحن يمكن لانه تجربتنا هيك حبينا نوصل. ما تقولش لا والله صح. خلص ما طول كثير حلو. شكرا يا هرا. فايا بكلمه واحده وصفي لي شو شفتي بهالفيديو. روعه. شكرا لكم.
نور الدين، شو شعورك بهاللحظة الحاسمة؟ شعور صعب وحلو بنفس الوقت. احنا وصلنا، وانا اتمنى الخير لسمر مثل ما اتمنى الفوز الي، وان شاء الله الجمهور هو اللي يقرر. شو رح تعمل بس ترجع على بلدك؟ اكيد رح اكمل المشوار، رح اسوي فيديوهات جديده، رح تعلمت كثير من نجوم بلا حدود ورح اطبقها كلها عندي اكيد. ونحن رح نعمل لك فولو ولايك على الفيديوز يلي رح تعملها بوست. بس بدي اخبرك خبريه واخبر كمان المشاهدين انه ما رح يكون في عقد مع تلفزيون الان، رح نترككم هيك الوقت تفكروا وتحضروا حالكم قبل ما تتعاقدوا مع اي محطه تلفزيون. شكرا شكرا جزيلا. شكرا لك نور الدين. كبسة وحدة منكم عبر صفحة الآن على فيسبوك تعطي أمل للمشترك المفضل عندكم أنه يكون هو الفائز بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود بعد رحلة طويلة من التحديات الصعبة. وهلأ فاصل سريع ورجعين. عودة لمتابعة الحلقة الأخيرة من برنامج نجوم بلا حدود بموسمه الثاني. أكيد بدي أعتذر من كل المشاهدين بسبب الخطأ التقني، وإنما الطقس برا بلبنان عاصف وهيدا الشيء أدى ليعصف الاستوديو وينقطع الإرسال ويصير في أعطال تقنية. بعتذر منكم كمان جمهورنا. بكرة أحلى عنوان نشر الإيجابية بالأجواء رغم التوتر بانتظار تصويت الجمهور واختيار الرابح بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود. ولتعرفوا كيف كانت أجواء هالبرايم تابعوا اليوميات بالأسبوع الأخير من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وما تنسوا تشوفوا شو عم بيصير على صفحات الآن فيسبوك تويتر وإنستغرام. بتمنى تكونوا عم تعملوا كل جهدكم للتصويت لواحد من بين سمر أو نور الدين واختياره ليكون هو الرابح بهالموسم ويكون القدوة لغيره من الموهوبين يلي حابين يشاركوا بالموسم الثالث. والباب صار مفتوح وما عليكم إلا تصوروا فيديو وتنشروه على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي مع تاج الآن تي في وهاشتاج نجوم بلا حدود. للتذكير بمرور سمر ونور الدين منشوف كيف كان بالتحدي اللي اختاروا بنفسهم للعرض الأخير. من أنا وصغيرة بمجرد ما أمي تحضر لي خلطاتها الصحية بالأوقات العصيبة كنت أتحسن بسرعة، وهالخلطات اليوم صرت أنصح فيها العالم لصحة نفسية أفضل. مثلاً بأيام الطفولة وقت ما كنت أقدر نام بسهولة كنت تحضر لي حليب سخن مع برش جوز الطيب وتقري لي قصة لحتى نام. الماي المغلية مع الحبق اللي كانت تحضر لي إياها هي أكتر شي كان يفيدني وقت بلشت عاني من الضغط بأيام الدراسة. بأوقات التعب الشديد أمي عطول بتحضر لي مزيج من التفاح المغلي بالماي مع ملقة عسل وبتنسيني كل الإرهاق. بأيام المرض وآلام المعدة أمي الوحيدة اللي كانت تعرف الدواء شاي النعنع مع الشمر. انطلاقاً من هالخلطات اللي كانت وبعدها بتحضر لي اياهن أمي تخصصت بمجال التغذية اللي أعرف أكتر عنهم وصرت خبيرة بالويلنس. بشكرك ماما على كل شي عملتي كرمالي، لولاكي أنا ما كنت وصلت لهون اليوم. فيلم لا لا لاند، الفيلم اللي يصيب جميع النوتات الموسيقية الصحيحة ويمثل قصيدة غنائية لجميع الحالمين بمستقبل أفضل. الفيلم من إخراج ديميان جيزيل وتمثيل إيما ستون وراين غوسلينغ. يروي الفيلم قصة شخصين حالمين ينتقلون إلى مدينة لوس أنجلوس ليحققان حلمهم في المجال الفني، ورغم صعاب الوصول إلى الحلم ومرار الواقع يلتقي الاثنان ويقعان في الحب ويدفع كل منهما الآخر لكي يجد النجاح اللي يحلم به. الأسلوب التصوير الفيلم كان تحية وإحياء لحقبة الأفلام الموسيقية بالخمسينات ورسالة حب حقيقية لمدينة لوس أنجلوس. وكذلك سيناريو جيزيل كان ينتقل بسلاسة بين المشاهد الموسيقية الخلابة والتجارب البشرية. برز ستون وغوسلينغ بأداء متناغم ورائع وعلى كافة المستويات، ويضيف كليهما شعور نجوم هوليوود الكلاسيكيين. الفيلم كان معرض لخطر التحول إلى فيلم عاطفي مبتذل
بس ينقذ نفسه بتقديم نهاية إنسانية للغاية. تقييمي الفيلم 9/10. لا لا لاند ما يصور لنا حياة خرافية ومثالية، لكن يحيي جميع الأشخاص اللي يريدون أن يوصلون لأحلامهم ويسعون لغد أفضل. وهسه راح أغني لكم الريفيو كله. لا لا لاند. اللحظة المنتظرة لكل عشاق النجمة يارا وأغنيتها يا غيرهم. الأداء الرائع يارا. بتحبي شو بتحبي تخبرينا عن هالأغنية؟ كلمات الحان. أول هيدي أغنية صدرت مؤخراً، كلمات اليامي وألحان محمود خيامي، وأنا سعيدة جداً فيها، وإن شاء الله يا رب يعني نصورها فيديو كليب. يلا ناطرينك أكيد، دائماً كليباتك مهضومين وحلوين أفكارهم.
يارا، قبل ما أسألك شو جديدك، كيف كان اللقاء مع ميسي؟ كتير حلو، بسلم عليكم. عرفني؟ قلتي له أكيد، قلت لي سلمي لي على كارلا سلام مخصوص. ما بده أوتوغراف؟ مديله بس هلا ما عندي. أوكي. يارا شو جديدك؟ شو عم تحضري شي جديد لكل هال عم نحضر أكيد الألبوم اللبناني والمصري الجديد، وفي أغاني كتير خليجية كمان، أغنية خليجية إن شاء الله رح تنزل من بعد يا غيرهم. نحن أكيد بانتظار كل جديدك يارا. شكرا. خلينا أنا وأنت نقدم هالربورتاج. شو حلوة، عم قريب كمان. عن جد وأنت كمان. طب خلينا تقابطك خلص. خلينا نقدم أنا وياكي ربورتاج. يلا. وللمرة الأخيرة بهالموسم وكان عندهم كلمة أخيرة للجمهور يلي ناطرين تصويته عبر صفحة الآن على فيسبوك، نسمعها بهالفيديو. تخطيت كل الصعوبات، واجهت كل التحديات، وهلا وصلت لآخر الطريق. فإذا بدكن ياني كون أنا النجمة البلا حدود، صوتولي ودعموني لكون بالمركز الأول. مرحبا، مثل ما تشوفون بعد جهد وتعب ودعمكم المستمر لمدة 3 أشهر وصلت للمرحلة النهائية ببرنامج نجوم بلا حدود. والآن إجا دوركم على مود صوتولي وأخذ المركز الأول بنجوم بلا حدود وأرفع اسم العراق عالياً. سمر ونور الدين على أعصابهم وبانتظار تصويتكم عبر صفحة الآن على فيسبوك لاختيار واحد منهم ليحمل لقب الفائز بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود. وهلأ فاصل سريع ورجعين. على صفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام رح تشوفوا قصص كتيرة صارت بكواليس هالبرايم وكمان باليوميات يلي رح تعرض للمرة الأخيرة من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية. وبذكر كل الموهوبين يلي حابين ينطلقوا بطريقهم للتأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه باب الاشتراك بالموسم الثالث من نجوم بلا حدود صار مفتوح، وما عليكم الا تصوروا فيديو وتنشروه على صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي مع تاج الان تي في وهاشتاج نجوم بلا حدود. وهلا عنا وقفة فينا نقول إنها طريقتنا لنقول شكراً لأعضاء لجنة الحكم يلي قضينا معهم أحلى الأوقات بهالموسم الرائع من نجوم بلا حدود. خلونا نشوف هالتقرير سوا. يا مساء الفل وائل، شو هالعضلات؟ ما فيك تتغزلي بجمالي، أنا بدي أتغزل بجمالك أول شيء صراحة. يعني اليوم يارا بالأبيض ملك. شو هالأورانج الحلو؟ شو هالشعرات الحلوين؟ تحديات أقوى ومنافسة أصعب بانتظار المشتركين بالبرايمات الجاي. لايك 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 لايك. ما بعرف. I like. I think this is like a really. I'm بمزح. وائل منصور مطلوب على المسرح. Happy Women's Day. Happy Women's Day يا جماعة. المرأة سواء إذا كانت عربية أو مش عربية في الآخر مرأة. دخيلك انت. ايوه بقى يا فوري. ايوه بقى. اسمها فلة، انا اسميها فلة. فلة زي الفلة بالظبط. هذا تخرمشك اذا بدك تعطي تعليق سلبي. لكي حبيت الكلمات بالفيديو. انا بخاف، ما بعرف يعني، عم حاول اعالج نفسي. كان اكيد. لا 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 أكيد. الخيل والليل والبيداء تعرفني. تعرفني بعدك عم تخطر على بالي وبعد ما عذبني الهوى عم بتفكر فيه ولا عم تشتاق. يارا فايا ووائل منحبكن كتير ونحن اشتقلكن عن جد كتير. واحنا كمان والله. برافو. طالع لايف؟
لا بس بصور ستوري على الهواء. صورني صورها لكارلا. خلص وقت الستوري. صار وقت اللحظة الحاسمة ودقائق ومنعرف مين من بينات سمر ونور الدين كان الأكثر تأثيراً بالنسبة للجمهور، ومين يلي استحق لقب النجم يلي تخطى كل الحدود. يارا رح توج الفائز بالكاس، وائل حامل بإيده تشيك مصرفي بقيمة 15,000 دولار، وفايا رح تتولى مهمة تسليم جائزة الرابح بالمرتبة الثانية وهي تشيك بقيمة 10,000 دولار. كارلا مش من قيمتك ومني إلك. سمر ونور الدين إن شاء الله تكونوا مستعدين لبكرة أحلى كيف ما كانت النتيجة. التصويت توقف. مين الموهبة والفئة يلي اختارها الجمهور؟ مين الفائز بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود؟ مين من بين سمر ونور الدين رح يكمل طريقه بالتأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنجم تخطى كل التحديات والحدود؟ سمر عن فئة الويلنس من لبنان، ونور الدين عن فئة السينما من العراق. رح نشتاق لكم كثير، بس اكيد رح نضل على تواصل، وهيدي المهمة بنعطيكم اياها انه تقدموا لنا اجمل الفيديوهات بالمرحلة القادمة ان الله راد. سمر هلا لازم سمر تقدمت وتطورت تعلمت وقدمت لنا فيديوهات كثير حلوة تشبهها، ونور الدين عرفنا على أفلام أو على نقاط بأفلام ما كنا نعرفها. النتائج صارت جاهزة. المشترك يلي اختاره الجمهور هو مين يا ترى؟ سمر أنطون. تسليم التروفي والتشيك المصرفي والجوائز لسمر وايضا لنور الدين. يارا مع التروفي، وائل مع التشيك المصرفي للمرتبه الاولى، وفايا مع التشيك المصرفي بقيمه 10,000 دولار لنور الدين والمرتبه الثانيه. شعلت المنافسة مستمرة بالموسم الثالث من نجوم بلا حدود وعبر شاشة التلفزيون الآن، وما تنسوا أبدا بكرة دايما أحلى. تصبحوا على ألف خير.
Thank you.